تمام. اول عربيه كنت عملتها كانت ايه؟ والله مش فاكر، لان انا طول عمري مع والدي، لان والدي كان ميكانيكي برضه، فطول عمري كنت معاه في العربيات. كانت عربيات قديمه طبعا، كودا ورامسيس، عربيات قديمه قوي موديل الخمسينات، فكنت بشتغل معاه فيها، بس مش فاكر ماركات ايه بالظبط. طب العربيات الجديده دلوقتي اللي هي طالعه في الكمبيوتر وبالحاجات دي، هل عامله لك مشكله بتعرف تصلحها برضه ولا مشكله بالنسبه لك؟ من القديم اسهل، اسهل بكتير من العربيات القديمه. ازاي بقى؟ العربيه ما بتيجي فيها عيب بنبعت نجيب الجهاز، الجهاز بيحدد العيب، بغير القطعه تظبط العربيه. تمام، اسهل من القديم. ما بتحتاجش انك تبقى عندك صنايعي متعلم مثلا، فاهم، عشان خاطر يعرف انه يتعامل مع الكمبيوتر او مع الحاجات دي؟ بحتاج طبعا، والصنايعي اللي بيجي لو مش شغال في العربيات الجديده، ايده بتمشي عندي هنا في العربيات الجديده، لان انا شغلي كله في الجديد دلوقتي، من القديم اتفرج، ببقى معظم شغلنا في الجديد. بقالك كام سنة مثلا في الشغلة دي؟ يعني حوالي 30 سنة. 30 سنة تمام. ماشي، هل طلعت حد من ولادك اللي يشتغل معاك ولا كلهم بعتوك مثلا؟ لا الحمد لله ولادي كلهم بنات. في البيت كله ولا في بقى مش ما بتجيبش فلوس، بتحتاج مثلا تشتغل حاجة تانية غير برضه في السيارات أو كده؟ لا، أنا عايش من الورشة. الحمد لله عايش من الورشة. طبعا حتة التجارة دي أنا غويها طول عمري، البيع والشراء ده بيسندني شوية. لما الجو الورشه بيريح التجاره بتكون الحمد لله. تمام ماشي. دلوقتي انت شايف انهي العربيات الاحسن، القديمه ولا الجديده بالنسبه ليك انت كبتاع صلاح بالنسبه للي بيسوق؟ لا جديد. الجديد الجديد. ثابت ماشي جميله وعربيات مكيفه واوتوماتيك وباور وسنتر، انما القديم دلوقتي بقى تركبه في البلد زحمه بيجهدك. بس انت فاكر ان العظم في القديم هو التقيل، اما العظم بتاع الجديد ده كله ورق. ما تطلعش الجبل، انت بتجيب عربيه عشان تقضي مصالحك، بتروح الشغل، بتطلع تصيف، عندك مشوار بتقضيه بعد شغلك، فبتبقى انت ماشي في بلد، البلد اصلا ما فيهاش جبال عشان تبقى عربيات مصفحه، هي العربيه معروفه، انت بتحافظ على العربيه، العربيه تفضل ماشيه معاك زي الفل. اهم شيء ان احنا بس بنتمنى ان قطع غيار تبقى كويسه، لان للاسف هو اللي تعبنا في شغلتنا دي قطع غيار. كلها مضروبه، كلها ما فيش رقابه، كل كده محل بيبيع بسعر، والبضاعه تلات ارباعها اللي في السوق صيني، ومش عارف ليه سايبين الصين محتلانا كده، مش عارف يعني. دلوقتي شايف ايه العربيات اللي ماشيه في مصر، او العربيات اللي انت بتنصح بيها ان العربيات تبقى حلوه يعني تمشي في مصر هنا في جواها، في مطباتها تستحمله، في الطرق والحاجات دي؟ لا هو مش عربيات تحمل مطبات اللي في مصر، مفيش. لكن عشان اقول لك عربيه حلوة، اسميها حلوة ازاي؟ ان تبقى فيها غيرها موجودة وسعرها كويس. النهاردة زبون بيجي يشتري عربية بيقول لي اركب ايه؟ اقدر اصرف عليه. المواطن المصري مش قادر ان هو بيشتري عربية اصلا قسط. بيشتري عربية اساسا قسط. عشان يصلح توكيل، التوكيل لما بيجي يغير كل حاجة. والناس مش مستحملة كده. عشان كده بيرجع للورش اللي زينا بنعمل له عيب على قده. تمام. وبنحاول نصلح الحاجه، قطع الغيار بتطلع بنحاول نصلحها، انما التوكيل لا، ارمي غير ارمي غير، فبيروح له بقى واحد مليونير ما تفرقش معاه. لا بس برضه في ناس برضه مليونيرات وكده وبرضه يقول لك لا انا عندي الميكانيكي بتاعي ما بصرفش في توكيل، التوكيل بيبوظ لك. لا هو اصلا عنده روح التوكيل لما تكون عربيه في الضمان. تمام. اول ما بيخلص الضمان سواء بالكيلومتر او بالمده بيروح للميكانيكي اللي هو بيرتاح. العربيات الجديده الميكانيكا هي العفشه. الميكانيكي بيشتغل فيها بتبقى تابعه كل حاجه فيها. انما العربيات القديمه اللي هي اللادا والحاجات دي بيبقى ليها عفشه مخصوص، ده عفشه مخصوص. انما الجديد احنا شغالين كده كله، انا عشان احل الموتور بحل العفشه. عشان اقفل الموتور بقفل الموتور والعفشه، فهي بتاعتي كلها. تمام. انت قلت لي كده يعني كتير في منطقه هنا في لازوغلي وكده، ما فيش مره مثلا جالك حد مشهور، حد يعني مشاهير اللي يقول لك؟ كتير قوي. طب مين بقى عايز اسال؟ فنانين الحمد لله، هي عابدين اصل مشهوره بالصنعه. هي اللي من دول باظت ساعة ما شالوا الورش بقى لها دويقة وكده، وبعدين مكانها فتح نت وقهاوي، ما بقتش زي الأول، بس هي دي أم الصنعة في عرب. من الشغل اللي قصدي مريح من بعض الثورة. فالحمد لله ماشيين برضه. طب أنت ممكن بعد كده فاهم يعني الورش اللي أنت بتعمل فيها إيه؟ أنت عندك بنات.
هتبيعها بقى عشان انا هفضل شغال لحد ما اموت هم بعد كده يتصرفوا فيها. اللي هينفع يعملها مشروع لي كان بيها مش هينفع يبيعوها. انا مش في كده, انا إن انا انا كل همي ان الورش تفضل الاسم حافظ على اسم والدي لحد ما انا اموت. بعد كده اللي يجرى يجرى, انا مش هتفرق معايا. يعني انت ممكن تجيب مثلا صنايعي وتعلمه وبعد كده تسيب له الورشه؟ لا مش لحد, هتبقى في حاله ان انا اموت بعد شهر. غير كده انا ما سيبش الورشه لاي حد, ما سيبش لاي حد. انا مش حد هيمشيها بالطريقه اللي انا ماشيها بيها, اللي انا الطريقه اللي انا ورثتها من والدي وانا ناجح فيها. سوق السيارات بقى ايه رايك فيه دلوقتي؟ لا هو في سوق سيارات ان العربيات غير الهدوم نازله فجاه, مش عارفين السبب يعني, مش عارفين السبب اللي غلى العربيات كده. فالدنيا واقفه, الدنيا واقفه, مفيش سوق سيارات زي الاول. سوق سيارات ده كان من قيمه 10 سنين كان تمام, دلوقتي خلاص ماتت السوق. التجار اساسا كترت قوي, وبقى اي حد بيبيع ويشتري عربيات, والعربيات بقت مرميه على النت, فخلاص مش, ما بقاش زي الاول.